الرئيس السيسي يؤكد في يوم الشهيد أن مصر بنت سياجاً متيناً من القوة والوعي حصنت به شعبها بدعماً من جيشها. مدبولي يعلن عن توجيهات من الرئيس السيسي بضرورة أن يكون افتتاح العاصمة الإدارية على أعلى مستوى من التنظيم. الرئاسة اللبنانية تنفي توجيه الرئيس عون رسالة إلى البرلمان لنزع التكليف عن الحريري بتشكيل الحكومة. السادسة مساء الرابعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من أكسترا نيوز. أهلا بكم، وبداية الجولة الإخبارية مع إنجي طاهر. أهلا بك إنجي. أهلا بك إيمان، وأهلا بكم مشاهدينا. والبداية بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن سيرة الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن تحتم على المصريين الحفاظ على بلدهم. جاء ذلك خلال مداخلة الرئيس خلال فعاليات الندوة التثقيفية 33 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد بعنوان لولاهم ما كنا هنا. احنا كلنا متأثرين بالموقف ومتأثرين بكلام كل أسرة شهيد تكلم تقول، وألمهم احنا مش هنقدر مهما عملنا نخفف عنه. لكن أنا عايز أقول لكم حاجة واحدة، أنا أتصور إن سيرة الشهيد بتقول لنا حاجة واحدة بس، وتلاقوني بكررها كتير، خلي بالكم من بلدكم. الناس دي راحت عند ربنا سبحانه وتعالى وقدمت دمها عشان إحنا البلد دي تعيش، تعيش بخير. أصحابها وأهلها اللي هما إحنا اللي موجودين يكبروها ويعلوها ويحافظوا عليها وما يخربوهاش، وإلا يبقى كل تضحية اتقدمت من 7 سنين أو 8 سنين دلوقتي تبقى ما كانتش في مكانها. لما طلبتوا تغيير الواقع اللي كان موجود، احنا قلنا ان فوضونا في مكافحة الإرهاب والناس ما كانتش يعني مقدرة ان احنا بالإجراء اللي اتعمل في 2013 هيكون ثمنه كبير قوي على شعب مصر. شعب مصر، ما هو الجيش شعب مصر، والشرطة شعب مصر، وكل إنسان بيضحي من أجلها من مصر من شعبها. فأنا أتصور أن العنوان والرسالة اللي أنا ممكن كإنسان مصري أتلقاها من سيرة الشهيد والمصاب كمان، انه التمن ده اللي هو دم وروح قدم عشان الدولة دي تبقى دولة، يبقى محدش ابدا يتصور انه ممكن في سبب يخليه يعني يضيع الدولة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يوم الشهيد تتلاحم فيه تضحية أبناء الوطن مع مفاخر مجدهم، مشيرا إلى أنه يوم من أعظم الأيام خلودا في تاريخ مصر. في يوم تتلاقى فيه تضحية أبناء الوطن مع مفاخر مجدهم، يوم من أعظم الأيام خلودا في تاريخ أمتنا، وهو يوم الشهيد، نلتقي هنا نتذكر معا ما جاد به هؤلاء الأبطال بأنفسهم وبأرواحهم ليكتبوا صفحات مضيئة تهتدي بها أجيال تأتي من بعدهم تسير على خطاهم وتقتدي برحلة كفاحهم، وتدرك أن الحفاظ على الأوطان ليس بالأمر الهين، وإنما الحفاظ عليها يتطلب الجهد والتضحية. وما حققه أبناء مصر على امتداد تاريخها الوطني إنما يؤكد أن أرضها المقدسة لا يمكن أن تنضب أبداً من الأبطال. وكما كان الماضي زاخراً بأمجاد الأجداد، فإن الحاضر أيضاً يأتي مصحوباً بإنجازات الأحفاد.
فما يسطره أبناؤنا من شهداء مصر الأبرار من تضحيات سيتوقف التاريخ أمامه إجلالاً واحتراماً، وستأتي الأجيال اللاحقة تتفاخر وتتحاكى ببطولاتهم. وهنا لابد أن أشير ومن موقع المسؤولية إلى أنه لولا تلك الدماء الزكية الطاهرة التي سالت فداءً لأمن الوطن، ما كان يمكن توفير المناخ الآمن والمستقر لمصر. هذا وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأداء الأطقم الطبية في مواجهة جائحة كورونا، موضحا أن ما يقدمه هؤلاء الأبطال من تضحيات سيبقى خالدا في الذاكرة. ونحن نتحدث عن تضحيات أبناء الوطن جميعا، أن أغفل الدور الكبير والمتعاظم الذي يؤديه بكل تفان وإخلاص أبناؤنا الذين يعملون في المجال الطبي لمحاربة وباء فيروس كورونا الذي يجتاح العالم كله. فما يقوم به هؤلاء الأبطال من جهد كبير لتوفير الراحة والطمأنينة للمرضى سيبقى خالداً في ذاكرة شعبنا. كما أوجه تحية خالصة خاصة للحكومة المصرية وكافة مؤسسات الدولة على ما تقوم به من أداء متميز ضربت به المثل في قدرتها على إدارة الأزمات بحكمة وتوفيرها كافة المستلزمات الطبية واللوجستية للمواطنين للتعايش مع تداعيات الجائحة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة لأسر الشهداء خلال الندوة التثقيفية 33 للقوات المسلحة بأنهم في عقل وقلب مصر ولن يتم تركهم وستكون الدولة معهم في كل خطوة يخطونها، مشيرا إلى أن ما يسطره أبناء مصر من تضحيات سيتوقف التاريخ أمامه إجلالا واحتراما. ونحن نحتفل بيوم الشهيد يجب هنا أن أشير إلى تضحيات أسر شهدائنا الأبرار، إلى من فقدوا الإبن أو الأب أو الزوج أو الأخ. إليكم جميعاً أهدي تحياتي وتحيات وتقدير شعب مصر على صبركم وتحملكم واحتسابكم فقيدكم عند الله سبحانه وتعالى ورضاكم بقضاء الله وقدره. وأقول لكم أنتم في عقل وقلب مصر لن نترككم تواجهون الحياة وحدكم، سنكون معكم في كل خطوة تخطونها. فإذا كنتم قد فقدتم فردا عزيزا غاليا من أهلكم فإنني أؤكد لكم إن مصر كلها أهلكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العالم شهد خلال العقد الأخير أحداثاً جساماً غيرت مسار دول كانت تنعم بالأمن والاستقرار وانتهكت سيادة تلك الدول وأصبح قرارها الوطني يتخذه غيرها، إلا أن مصر فطنت لكل هذه الأحداث والتطورات فبنت سياجاً متيناً من القوة والوعي والإدراك حصنت به شعبها بدعم من جيشها. ليس خافياً على أحد أن العالم قد شهد خلال العقد الأخير أحداثاً غيرت مسار دول كانت تنعم بالأمن والاستقرار، مما أحدث جرحاً غائراً في صدر مفهوم الدولة الوطنية. من الصعب أن يلتئم أو تعود تلك الدول إلى سابق عهدها في المستقبل القريب. وكانت المنطقة التي نعيش فيها هي بؤرة كل هذه الأحداث، فاندلعت شرارة التخريب والتدمير وانتهكت سيادة تلك الدول وأصبح قرارها الوطني يتخذه غيرها. وقد فطنت مصر لكل هذه الأحداث والتطورات فبنت سياجاً متيناً من القوة والوعي والإدراك
حصنت به شعبها بدعم من جيشها صاحب العقيدة الوطنية التي تربى عليها، وهي الولاء المطلق للأرض، أرض مصر وشعب مصر. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هناك مسعى جادة لتغيير حياة المصريين للأفضل من خلال مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى مصر، مشددا على أن أي تعد على الأراضي الزراعية سيفقد البلاد منتجات تلك الأراضي، فضلا عن فقدان فرص العمل للمواطنين. أتصور أن احنا دلوقتي أن احنا محتاجين نخلي بالنا ونحرص على كل فدان أرض وإيرات أرض زراعية ما يتمش نتعدى عليه، كلنا ننتبه لكده، أجهزة الدولة مؤسساتها يعني. وبالمناسبة مش بالتشريعات بس الأمور بتبقى كده، يعني مش بالقوانين، والقوانين موجودة برضو، لا بفهمنا إن احنا برضو زي ما قلت كده في بداية الكلام، لما كلنا تأثرنا وبنتأثر بالشهداء اللي قدموا أرواحهم ودمائهم، بنقول لهم حافظوا على مصر. ما حافظ الحفاظ على مصر ده جزء منه اللي انا بتكلم فيه ده، مش عايز اطيل عليكم، لكن عايز اطمنكم بفضل الله سبحانه وتعالى احنا بنسير بخطى ثابته ومستقره، وبفضل الله سبحانه وتعالى وبفضلكم، بفضل كل المصريين هنستكمل ونكمل، ولازم بفضل الله نغير واقعنا الى افضل، افضل كثيرا كمان، أفضل كثيرا. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ستشهد ميلاد دولة جديدة وجمهورية جديدة مع افتتاح العاصمة الإدارية، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح مدن جديدة من أسوان إلى العالمين الجديدة. ميلاد دولة جديدة بافتتاح العاصمة الجديدة، ميلاد دولة جديدة، إعلان جمهورية تانية، إعلان جمهورية تانية بافتتاح العاصمة وانتقال الحكومة للمقر ده، وإحنا مش سايبين لا القاهرة ولا اسكندرية ولا بورسعيد ولا المحافظات، بنتحرك في كل القديم والجديد مع بعض عشان يليق بينا ويليق بالمصريين يعني. فأرجو إن إحنا نستعد مفكرين، مثقفين، فنانين لهذا الحدث الكبير اللي هيتم، واللي انتوا لما هتشوفوه وان شاء الله واحنا بنفتتح من اول اسوان لغايه العالمين والمنصوره الجديده ورشيد وطبعا العاصمه، الموضوع مش مباني بس، لا ده تطور كبير قوي احنا بنعمله. وبقول تاني هنعلن فيه ان شاء الله اعلان الجمهوريه الجديده.
كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، كذلك خلال حضور الرئيس للندوة التثقيفية 33 للقوات المسلحة بعنوان لولاهم ما كنا هنا، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة. كما كرم الرئيس السيسي عددا من أسر شهداء ومصابي مصر من الأطباء في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وكرم الرئيس الطبيب البطل محمود سامي والذي فقد بصره أثناء مواجهة فيروس كورونا، وأسرة الطبيب أحمد ماضي إبراهيم الذي استشهد بعد إصابته بالفيروس أثناء علاج المرضى المصابين خلال الجائحة. تعيش وحيد وسط الدروب، في ناس كتير ترضى المصير وناس تشوف بضمير ضرير، هي تكون قد الحياة، تعيش وحيد وسط الدروب. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة المرابطين على كل شبر في أرض مصر والساهرين على حفظ مقدراتها وأمنها واستقرارها. وخلال لقائه قادة وضباط صف وجنود القوات المسلحة عقب انتهاء فعاليات الندوة التثقيفية 33 بمناسبة يوم الشهيد بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أكد الرئيس قوة وصلابة إرادة الدولة المصرية لاستمرار الجهود ومواصلة العمل ليل نهار من أجل تغيير الواقع والارتقاء بحياة المواطن المصري في شتى المجالات. وأوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد حوارا مفتوحا بين الرئيس السيسي والحضور، تناول عددا من الموضوعات على كافة الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية وموقف مصر الثابت تجاه مختلف القضايا، والذي يتسم دائما بالحكمة والتأني والرشد تجاه التعامل مع كافة الملفات والقضايا. كما ناقش الرئيس عددا من القادة على كافة المستويات في بعض الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي المصري والتحديات المختلفة التي تواجهها الدولة، واستمع إلى مختلف آرائهم واستفساراتهم، مشيدا بما لمسه من فهم عميق وإدراك مستنير لكل الموضوعات التي تتطلبها المرحلة القادمة. قال محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين إنه تم تخصيص وحدة سكنية وتجهيزها بكفر الشيخ للدكتور محمود سامي، وذلك بتوجيهات من الرئيس السيسي، إضافة إلى صرف راتب شهري له خلال المجتمع المدني، وهذا أقل ما يمكن تقديمه لبطل كان في مقدمة الصفوف لعلاج مصابي كورونا. تكريم الدولة للأطقم الطبية، النهاردة فخامة الرئيس كرم أيقونة الطب في كفر الشيخ الدكتور محمود سامي قنيبر. الحقيقة هو وكل الأطقم الطبية في كفر الشيخ بذلت مجهود في مواجهة جائحة كورونا، وأصيب هو بضعف في البصر نتيجة الإجهاد في مستشفى العزل ببلطيم. الدولة كرمته عدة تكريمات سابقة،
تم نقله للمركز الطبي العالمي بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، تم رعايته لاحقا. احنا كمان كمحافظة كفر الشيخ حقيقة خصصنا له احدى الشقق هنا في مدينة كفر الشيخ العاصمة، وهيستلمها عقب العودة. عدد من الجهات الحقيقة، المنظمات المجتمع المدني تشاركت معنا، هيتم تأسيس الشقة بأساس مناسب، وهيتم يبقى في تكريم مادي مستمر نظرا طبعا اللي هيبقى متضرر من عدم العمل. وأعرب الدكتور محمود سامي الطبيب الذي فقد بصره خلال مواجهة كورونا عن سعادته بتكريم الرئيس السيسي له في الاحتفال بيوم الشهيد. وفي مداخلة هاتفية لإكسترا نيوز أشار إلى أن كل طبيب وممرضة وفني ومن عمل بالقطاع الطبي خلال الجائحة هو بطل حقيقي. وطبعا الحمد لله سيادة الرئيس دايما ما بيفوتوش الحاجات دي خالص. سيادة الرئيس دايما بيكرم الناس اللي ضحت، الناس اللي خدمت البلد في صمت. وطبعا انا سعيد جدا جدا ان انا هو اختارني انا ان اكون ممثل اطباء مصر وكده في الندوة دي. الحمد لله هو يعني كان يوم كويس جدا جدا، واسعدني وشرفني ان انا اكون موجود وسط ابناء القوات المسلحه وابناء مصر كلهم اللي ضحوا قبل كده. كل طبيب وممرضه وفني وصيدلي كل اللي اشتغل في قطاع الطب وشغال حاليا هو بطل حقيقي فعلا بجد بطل، وما يكفيهوش اي كلام ولا اي تقدير، مش كفايه على اللي هو بيعمله حقيقي في ظل الظروف الصعبه جدا اللي هو بيشتغل فيها. تحتفل اليوم مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض عام 1969 والذي شغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة. تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمناسبة الذكرى 52 ليوم الشهيد بأسمى آيات الشكر والعرفان لأبطال مصر الأوفياء المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها العريق، ممن سالت دماؤهم الطاهرة في سبيل الله صونا لعزة وكرامة الوطن. كما تقدم الأزهر بخالص التحية والتقدير إلى أمهات وأسر الشهداء والمصابين ممن ضربنا أروع الأمثلة في الصبر والوفاء، مشيدا بالتضحيات العظيمة التي تقدمها القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل من أجل استقرار مصر وحفظ أمنها، سائلا الله تعالى أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء وأن يرحم شهداءنا الأبرار. قال مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام إن جموع الشعب المصري كافة يقدرون جيدا التضحيات الكبيرة التي يقوم بها أبطال القوات المسلحة البواسل للحفاظ على أمن الوطن واستقراره في مواجهة جماعات الضلال والإرهاب. وجدد المفتي خلال رسالته التي وجهها إلى القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الشهيد تضامنه مع كافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش والشرطة، وذلك لدرء خطر الإرهاب واقتلاعه من جذوره. وقد طالب أيضا قوة الجيش بالضرب بيد من حديد على هؤلاء الإرهابيين. كما دعا المفتي المصريين جميعا أن يتكاتفوا ويتحدوا معا من أجل مواجهة جماعات التطرف والإرهاب.
بعث وزير الداخلية محمود توفيق ببرقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد. وقال وزير الداخلية في البرقية إن ذكرى يوم الشهيد ستظل خالدة في تاريخ الأمة عرفانا وتقديرا لما قدمه الشهداء فداء للشعب المصري العظيم، وسيتم الوفاء دوما لدمائهم الذكية لمواصلة السير على دربهم استكمالا لمسيرة الكفاح والتضحية من أجل الوطن الغالي. كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بنفس المناسبة. من جانبها قالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إنه في يوم الشهيد المصري يتم التذكر بفخر واعتزاز تضحيات أبطال الجيش العظيم على مر التاريخ لحفظ التراب الوطني وأمن المواطن، مشيرة إلى أنه لن يهزم وطن وأبطال القوات المسلحة جنده. وجه حزب حماة الوطن التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والقيادة العامة للقوات المسلحة في يوم الشهيد، والذي يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق. وقال الحزب في بيان إن يوم الشهيد يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه ويجسد أسمى معاني العطاء والروح الوطنية المخلصة لجنود مصر الأوفياء المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل، الذين أضافوا إلى سجل الوطنية المصرية صفحات المجد والكرامة يعتز بها أبناء مصر جيلا بعد جيل، وتاريخ مصر مزدهر ومشرف بعلامات البطولة والفداء والتضحية على مر العصور. وأشار إلى أن 9 مارس عام 1969 كان يوما حاسما في تاريخ العسكرية المصرية، خاصة بالنسبة للصراع العربي الإسرائيلي، واستشهاد الفريق عبد المنعم رياض الذي ضرب أروع مثال. على الرغم من كونه رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة في ذلك الوقت، إلا أنه كان دائما في الصفوف الأمامية، تأكيدا على أن مكان القادة الحقيقي في الأنساق الأولى وسط الجنود الأبطال، وقد نال شرف الاستشهاد. واعتبر هذا اليوم يوم الشهيد تأكيدا على أن نيل الشهادة شرف لجميع قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة. وأوضح الحزب أيضا أن في يوم الشهيد الذي تحتفل به مصر يتم استعادة بطولات وأمجاد القوات المسلحة وتحية أرواح الشهداء الذين قدموا حياتهم هدية فداء للوطن. ووضح ذلك من خلال تفاعل الرئيس الإنسان عبد الفتاح السيسي أثناء استعراض بطولات وتضحيات شهداء الوطن. وتقدم الحزب بالتحية لكل أم شهيد أنجبت وأنشأت ابنها وعلمته كيف يتحمل المسؤولية ويدافع عن الأرض والعرض بكل شجاعة، ويهبو أرواحهم فداء لحماية تراب الوطن الغالي. أعرب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن تطلع مصر لتدشين تعاون مع البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار في مجال تحلية المياه. وخلال لقائه مسؤولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تعظيم استغلال ما يتوافر من موارد مائية من خلال مشروعات تحقق أقصى استفادة من كل قطرة مياه وإعادة استخدام المياه أكثر من مرة، مشيرا إلى مشروعات التحول إلى نظام الري الحديث وما سيثمر عنها من توفير في المياه وتقليل للفقد. عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعين متتاليين لاستعراض مقترح الخطة الاستثمارية لوزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والمرافق والمجتمع العمرانية، وذلك بحضور عدد من الوزراء. ووجه مدبولي بضرورة استكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء بها في موازنة العام المالي المقبل وتوفير الاعتمادات المالية الخاصة بها، خاصة التي تقدم خدماتها للمواطنين، مشيرا إلى أن المشروعات التي تحظى بأهمية حاليا هي مشروعات تطوير القرى المصرية ضمن مبادرة حياة كريمة. عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة،
وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من هذا الاجتماع هو بدء التنسيق من الآن لافتتاح مشروع العاصمة الإدارية بصورة تليق بهذا المشروع الحضاري العملاق، وكذلك تنفيذ خطة انتقال الحكومة بالصورة التي تدفع نحو تطوير العمل الحكومي. وقد لفت أيضا إلى أنه سيتم بداية من أغسطس المقبل البدء التشغيلي التجريبي للمباني الحكومية من خلال عدد من الموظفين سيتم نقلهم تباعا للتأكد من توافر الاحتياجات المختلفة بكل المباني. عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لبحث الترتيبات الخاصة بفعاليات افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية العام الجاري، واستعرض الاجتماع السيناريوهات المقترحة لفعاليات افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد رئيس الوزراء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة أن يكون هذا الافتتاح على أعلى مستوى من التنظيم، بما يعكس عظمة هذا المشروع الحضاري العملاق الذي يعبر عن مصر الحديثة ويمثل دليلا جديدا على حجم الإنجاز الذي تحققه أيادي المصريين رغم التحديات. بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج. كما بعث وزير الدفاع للرئيس تهنئة رجال القوات المسلحة بهذه الذكرى العطرة، مؤكدين وفاءهم بالمهام الوطنية التي يحملون أمانتها بكل صدق وإخلاص وتفان، مقتدين بصاحب الذكرى في البذل والتضحية والفداء، ملتزمين بالمثل العليا والتقاليد العريقة للعسكرية المصرية، أوفياء بقسم الولاء للوطن والإخلاص له، لتظل مصر وطنا آمنا مستقرا بعطاء وتضحيات أبنائها. كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية وأفراد القوات المسلحة بهذه المناسبة. بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج. وقال وزير الداخلية في البرقية إن الاحتفال بهذه الذكرى التي ضرب الله فيها للناس مثلا يفوق إحاطة العقل والفهم ويتجاوز حدود المكان وحواجز الزمان، تؤكد أن إرادة الله دائما ما تدعم العمل الجاد المخلص وصدق النوايا. كما بعث وزير الداخلية برقيات تهنئة مماثلة لرئيسي مجلس النواب والشيوخ ولرئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية. وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة مماثلة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود كفراء والمجندين والقوات المشاركة بعمليات حفظ السلام. نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهم في واقعة التحرش بطفلة المعادي بعد هروبه ومحاولته التخفي بأحد الشقق. وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو في منطقة المعادي بالقاهرة لإحدى كاميرات المراقبة يرصد لحظة محاولة المتهم التحرش بالطفلة بمدخل إحدى العقارات، إلا أن الجيران اكتشفوا الواقعة عن طريق كاميرات المراقبة وتشاجروا مع المتحرش الذي فر هارباً. هذا وتباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة التعدي على طفلة بحي المعادي، حيث كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة بيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع لتعدي شخص على طفلة في مدخل أحد العقارات بحي المعادي بالقاهرة، صورته إحدى آلات المراقبة المثبتة به، وبعرض الأمر على السيد المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة، حيث تواصلت النيابة العامة مع صاحبة المنشور المتداول واستدعتها لسؤالها، فشهدت برؤيتها عبر شاشات المراقبة المثبتة بالمعمل الطبي محل عملها بالعقار محل الواقعة تعدي المتهم على الطفلة. هذا وقد كلفت النيابة العامة خط نجدة الطفل باتخاذ اللازم قانونا حيال الواقعة، وطالبت تحريات الشرطة حولها وتحديد شخصية المتهم والمجني عليها، فتمكنت من تحديدهما. وعلى ذلك أذنت النيابة العامة بضبط المتهم لاستجوابه، فتم ضبطه وجاري استكمال التحقيقات.
تواصل وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم سرقة المواد البترولية عبر خطوط الأنابيب، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 200 طن خام بترول محملة على عدد من السيارات النقل عقب سرقتها من خط بترول بالسويس. مطاردة أمنية لسيارتي نقل بوفونتاس أثناء محاولتهما نقل كميات من البترول الخام تم سرقتها من أحد خطوط أنابيب نقل البترول بالسويس. نجحت القوات في السيطرة على الوضع وضبطهما، وقامت بملاحقة عناصر أخرى من التشكيل العصابي القائم على سرقة تلك المواد. حيث كللت تلك الجهود بضبط 9 سيارات تستخدم في عمليات النقل محملة ب200 طن من البترول الخام المسروق من خطوط الأنابيب بواسطة محبس وخراطيم أعدت لهذا الغرض. وردت لنا معلومات من مصادرنا تفيد بوجود بعض العناصر الإجرامية المتخصصة في سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول بدائرة اعتاء في السويس، وعليه تم تشكيل فريق بحث، ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة تم إعداد عدة مأموريات وتم استهداف تلك العناصر الإجرامية. مديريات أمن السويس والدقهلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبعد معلومات وتحريات استطاعت التوصل إلى عناصر التشكيل العصابي الذي ارتكب تلك الواقعة، وتوزعت الأدوار بينهم من تركيب محبس على خط الأنابيب وتحميل هذه السيارات بالمواد البترولية والتوجه بها إلى مخازن بالدقهلية لتفريغها. باستهداف تلك المخازن تم ضبط مخزنين، حيث تم ضبط مالك أحدهما والمسؤول عن الآخر، وعثر بهما على 12 خزان كبير تحوي جميعها كميات كبيرة من خام البترول الذي تم سرقته من خط الأنابيب بالسويس. يأتي هذا النجاح في إطار تصدي أجهزة وزارة الداخلية الحاسم لجرائم سرقة المواد البترولية والتي تمثل اعتداءً على أموال الدولة، تقف لها وزارة الداخلية بكل حسم. استعرضت وزيرة التخطيط هالة السعيد الخطة الخاصة بتنمية قرى الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأوضحت السعيد خلال مشاركتها بسيمينار عقدته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة أنه تم تركيز الجهود على 51 مركزاً للتمكن من توفير الخدمة ل 55 مليون نسمة على مستوى 20 محافظة على مدى السنوات الثلاث القادمة، متابعة أن نسبة السكان المستفيدين من المبادرة في الفترة الأولى 4.7% من السكان، موضحة أنه بالانتهاء من 375 قرية في هذا العام ستصبح نسبة التغطية 17% من السكان، على أن تبلغ نسبة التغطية العام القادم 35% وصولا إلى 57% في 2023-2024.
وردنا الآن مشاهدينا هذا الخبر العاجل، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تشرف اليوم بتكريم أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة، فما قدمه هؤلاء الأبطال سيظل محفورا في ذاكرة مصر وشعبها، فهم وأسرهم في عقل وقلب الوطن دائما وأبدا. رحم الله شهداء مصر الأبرار. نعيد على مسامعكم مشاهدينا تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أنه تشرف اليوم بتكريم أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة، فما قدمه هؤلاء الأبطال سيظل محفورا في ذاكرة مصر وشعبها، فهم وأسرهم في عقل وقلب الوطن دائما وأبدا. رحم الله شهداء مصر الأبرار. افتتحت دكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب مكتبة الأكاديمية الخاصة التي تهدف إلى خدمة أعضاء الهيكل الإداري والاستشاريين والمتدربين والخريجيين والخبراء بالأكاديمية. وصرحت دكتورة رشا راغب بأن هناك مراحل لتطوير ستمر بها المكتبة، منها وجود نظام رقمي مواكب للتكنولوجيا يتم استخدامه لتسهيل عملية البحث للمستخدمين، مضيفة أن المكتبة الموجودة حاليا هي نموذج مصغر لنموذج أكبر سيتم تنفيذه بعد استكمال أعمال البناء، حيث ستزيد المساحة إلى 4 أو 5 أضعاف مع زيادة أعداد المستفيدين. نفت الرئاسة اللبنانية بصورة قاطعة صحة الأنباء التي تنقلتها بعض وسائل الإعلام حول أن رئيس البلاد ميشال عون سيوجه رسالة إلى مجلس النواب يطلب خلالها نزع الوكالة عن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري بسبب فشله في إنجاز تأليف الحكومة الجديدة. وفي بيان لها أكدت الرئاسة اللبنانية عدم صحة هذا الخبر، مشيرة إلى أنه يأتي في سياق الأخبار التي لا أساس لها من الصحة، وأن وسائل إعلام معنية تتعمد ترويجها رغم الدعوات المتكررة من إعلام رئاسة الجمهورية للكف عن تسريب مثل هذه الأكاذيب. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من بيروت عبد الله بارودي القيادي في تيار المستقبل. سيد عبد الله أهلا بك إلى هذه النشرة. يعني في ظل هذا السجال بين قصر بعبدة وبيت الوسط، يعني ما السيناريوهات المطروحة أمام هذه الحكومة في هذه الظروف؟ يعني طبعا اليوم هيدا توضيح من قصر بعبدة، لأنه بالنهاية هذا الكلام اللي البعض عم يحاول ترويجه بغض النظر عن مصدره، يعني هو كهرطقة دستورية بالنهاية. الدستور اللبناني واضح في هذا المجال، واضح كيف يتم تشكيل الحكومة، كيف وما هي الحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة، وأيضا هي الحالات التي يمكن من خلالها يعني كما نقول الدستور لم ينص على اي امر يدل على انه يجوز سحب التكليف من قبل رئيس الحكومه. هذا التكليف هو تكليف دستوري، لا احد يحق له
سحب هذا التكليف من رئيس الحكومة، وبالتالي اليوم على رئيس الجمهورية كما ينص على ذلك الدستور أن يقوم بالتوقيع على الحكومة، أو أقله أن يبدأ بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء بطريقة جدية بعد أن يعني أودعه الرئيس المكلف الرئيس سعد الحريري للتشكيلة الحكومية من 18 وزير أخصائيين كما نصت على ذلك المبادرة الفرنسية، وهي حكومة إنقاذ أو حكومة مهمة لبداية العمل في هذه الحكومة بعد طبعا نيلها الثقة من مجلس النواب. هذا هو الـ يعني تفاصيل الدستور اللبناني، أو هكذا هي أحكام الدستور اللبناني في هذا المجال. ولكن صدى هذه التطورات على الشارع سيد عبد الله كيف كان؟ يعني هل يمكن أن يتم الحديث عن سيناريوهات لانتقال هذا السيناريو إلى الشارع على غرار ما حدث 1952 مع بشار الخوري أو 1992 مع كرامي؟ يعني كيف صدى هذه التطورات على الشارع؟ يعني اليوم الشارع هو في حالة غليان، ولكن السبب الحقيقي لهذا الأمر هو طبعا أنت تعلمين الواقع الاقتصادي الرديء الذي يعيشه لبنان منذ فترة طويلة، وبالتالي اليوم كل ما يقوم به الرئيس الحريري هو الهدف منه الخروج من هذا المأزق من خلال التطبيق المبادرة الفرنسية. على هذا الأساس هو منذ فترة يقوم بجولات خارجية عديدة، إن كان إلى يعني للدول العربية وإلى فرنسا أيضا صاحبة المبادرة، وتحديدا الرئيس ماكرون أيضا ذهب إلى القاهرة، اجتمع مع الرئيس السيسي، إلى الإمارات، إلى تركيا أيضا، يعني كل هذه الزيارات إلى قطر، واليوم أيضا اجتمع مع وزير الخارجية الروسي في أبو ظبي تحديدا، ومنذ قليل صدر عن الخارجية الروسية بيانا أكد فيه دعم روسيا للرئيس المكلف وتشكيل في إطار تشكيل حكومة مهمة وحكومة تكنوقراط، وهذا يدل على أن ما يقوم به الرئيس الحريري هو الطريق الصحيح بعكس ما يحاول البعض الترويج له تحديدا مصادر بعبدة أو المصادر التيار الوطني الحر بأن الرئيس الحريري يلتف على المبادرة الفرنسية. كل هذه اللقاءات التي يجريها الرئيس وكل هذه البيانات الصادرة عن هذه الدول تؤكد، ومواقف هذه الدول تؤكد بأن الحل الأساسي والحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة اللبنانية هي تطبيق المبادرة الفرنسية وتشكيل الحكومة التي ينوي تأليفها الرئيس سعد الحريري. طيب اليوم سيد عبد الله ذكرت نقطة غاية في الأهمية، وهي بالطبع تشكل التحدي الأكبر أمام هذه الحكومة، وهي الجانب الاقتصادي. كان هناك تصريح لوزير الطاقة ريمون غجار أن لبنان يمتلك الأموال الكافية لشراء وقود الكهرباء حتى آخر مارس الحالي، وربما يصل الانقطاع التام بعدها للكهرباء. نحن نعرف أن ملف الكهرباء غاية في الأهمية والحساسية في لبنان، كيف سيتم التعامل مع هذا الملف؟ يعني ملف الكهرباء هو أساس البلاء في لبنان، الأساس يعني إذا نقول هو أساس العجز وأهم مصدر من مصادر العجز في الميزانية اللبنانية. وعلى هذا الأساس نعم سمعنا جميعا ما قاله وزير الطاقة، ولكن اليوم ليس فقط التمويل سيقف عن الطاقة أو عن الكهرباء، التمويل والدعم سيقف عن المواد الغذائية، وهذا يمكن الأهم بالنسبة للمواطن كحياة يومية، الدعم سيقف عن الدواء. على هذا الأساس الهدف اليوم هو كل ما يقوم به اليوم الرئيس الحريري هو الإسراع لتشكيل هذه الحكومة للبدء بإجراء الإصلاحات اللازمة، وتحديدا القيام بالبدء وإطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لأن كل المعطيات وكل المعلومات تؤكد بأنه لا يمكن وصول أي دعم مالي للبنان. أنت تعلمين أن اليوم لبنان بحاجة إلى الدولار من الخارج. نحن نقول له اليوم الدارج في لبنان نقول الفريش ماني، الدولار من الخارج. هذا الدولار أو هذا الدعم لا يمكن أن يصل إلى لبنان إلا عن طريق المفاوضات ونجاح المفاوضات وتوقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي للبدء من خلال ذلك بالإصلاحات اللازمة وبدء تدفق الأموال والمساعدات إلى لبنان. وهناك أيضا يعني محاولات ربما على غرار المحاولة مع العراق في مسألة استبدال النفط الذي كان من المفترض يعني استيراده من العراق بالدولار واستخدام هذا الدولار في الداخل اللبناني. على كل حال أشكرك شكرا جزيلا السيد عبد الله بارودي القيادي في تيار المستقبل، كنت معنا من بيروت.
استقبل الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وتطرق الجانبان إلى تعزيز مستوى التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى مستجدات جائحة كورونا وجهود البلدين في مواجهتها وأهمية توسيع التعاون المشترك بهذا الشأن في إطار دعم الجهود الدولية لاحتواء تداعياتها الصحية والإنسانية والاجتماعية. أعربت الرئاسة الروسية عن قلقها البالغ إزاء نشر وسائل إعلام معلومات حول هجوم إلكتروني محتمل من قبل الولايات المتحدة ضد روسيا. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن هذه المعلومات مثيرة للقلق، معربا عن استغراب بلاده من مخاوف الولايات المتحدة المتعلقة بارتفاع النشاط الروسي في الفضاء. وقد أشار أيضا إلى أن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة. نهاية النشرة الإخبارية، الآن إليكم تذكرة بأهم عناوينها. الرئيس السيسي يؤكد في يوم الشهيد أن مصر بنت سياجا متينا من القوة والوعي حصنت به شعبها بدعم من جيشها. مدبولي يعلن عن توجيهات من الرئيس السيسي بضرورة أن يكون افتتاح العاصمة الإدارية على أعلى مستوى من التنظيم. رئاسة اللبنانية تنفي توجيه الرئيس عون رسالة إلى البرلمان لنزع التكليف عن الحريري بتشكيل الحكومة. نحيط علم سيادتكم بأن تردد أكسترا نيوز الجديد 11785 ومعدل الترميز 27500 ومعامل الاستقطاب رأسي. كانت هذه النشرة قدمناها لكم الزميلة إيمان الحويزي وأنا إنجي طاهر في أمان الله.